أثبتت وجودها كإعلامية من أكثر من 16 سنة، متمرسة بالمواضيع الاجتماعية، خبيرة بشؤون الأسرة وملمة بمجالي الصحة والتغذية. سامية عواد مطر. منتابع سوا لقائنا بإطار برنامج يوميات، ومنستقبل ضيفي المحامي جوزيف دورة. أهلا وسهلا فيك أستاذ دورة. أهلا سامية، كيفك؟ سوا كتير منيحة الحمد لله، وحضرتك؟ الحمد لله توبة يا ميرسي. اليوم موضوعنا كتير مهم، أنا عم بتلاقى أسئلة كتير حوله، وحتى عم يطلبوا منا دايما يعني بشكل متكرر أنه نحكي عن هالموضوع. بس لنعطي هيك شوي، بال2021 كانوا 8 أشخاص من أصل 10 بكندا، من اللي بتتراوح أعمارهم بين 20 والـ24 سنة، بيعيشوا مع بعضهم بالمساكنة، وبيقولوا أنه كباك الكبكيين أكثر ميلا للحياة المشتركة الحرة. والأشخاص عم ينصدموا اليوم متر دورة، لأنه بنكون عايشين مع بعضنا بنفس البيت، بنصرف سوا، بندفع وإلى ما هنالك، ولكن عند التعرض للانفصال أو بحال وفاة أحد الشخصين هون بنوقف. الناس بينصدموا لأنه بيلاقوا أنه القانون لا مش مثل ما هني كانوا مفكرين. اليوم من حضرتك رح نحكي شوي شو الفرق اليوم بكندا لما نكون متزوجين، إن كان زواج مدني أو زواج يعني ديني، أو كنا عايشين بالمساكنة. أوكي، أول شيء بحب أوضح أنه بالإطار العام في شيء اسمه للواسي اللو ديفارس، هيدا لوا فيدرال، هيدا قانون فيدرالي. وما يتعلق بكيبك، في عندك الكود سيفيل دي كيبك نظم هالعلاقات ونظم الحقوق والواجبات بين كأن واحد متزوج أو غير متزوج. المتزوجين اعتبر كلمة لزيبو، كلمة لزيبو هي بترتب عنا موجبات وحقوق بيناتهم، كيف بدنا نوزع الذمة المالية في حال الانفصال أو الطلاق. لأن في عنا المواد precisely 378 الكود سيفيل دي كيبك إلى حوالي تقريبا 450 أو 460 دي كود سيفيل اللي بتحدد هالعلاقات. إذا كلمة لزيبو بتعطي كل هالموجبات اللي بترتب على المتزوجين، والإبو حددها بر أناكت دو مارياج، سواء كان الزواج ديني أو مدني، سواء كان الزواج كان برات كيبك أو داخل كيبك. إذا يلي بيترتب عنه حقوق وواجبات يلي موجود عنا بالكود سيفيل دو كيبك يلي هي اسمها ليزيبو، الأكد دو مارياج. هلا ما بيفرق مثل ما قلت بين كان الزواج كان قائم مدني أو ديني، لأن الزواج الديني بعد ما ينعمل قدام منيس دو كود بيسجل تلقائيا بالأحوال الشخصية هون بكيبك. يعني الزواج الديني بيكون ديني ولكن يسجل تلقائيا ككونترا دو مارياج بقلب كيبك. هلا الفرق بين يلي ما عندهم أكد دو مارياج يلي بيعيشوا بالمساكنة أو بمشاركة، أكيد ما عندهم زاد الحقوق إلى حد ما. نحفسر، نحن نعرف إذا أهم شيء اللي بيصير لا سمح الله طلاق، في شيء اسمه باتريموان فاميليال، الذمة المالية. هذه الذمة المالية محددة ضمنا بالقانون، له حق شو بيطلع للمرة شو بيطلع للزوج. أهم شيء السكن العائلي، لا ريزيدانس فاميليال، هذه اللي ممكن يتقاسموا عليه 50-50 أو في بعض الحالات أكثر حسب القاضي شو بيقرر. في عندك السكن الزوجي، وفي عندك مدخرات الريال، عندك المابل، عندك الفاتور، هذا الباكي إذا كانوا متزوجين بتقسموه، إذا منوا مجوزين ما بيقسموا. هيدا كله باتريموان، هيدا عفوا متر دورة، هيدا كله الذمة المالية أو باتريموان فاميليال اللي عم تحكي عنه. هذا القانون، هذا الكود، الارتيكل 414 استيفان بيحددهم وواضحين. يعني ما فيك تعمل قبل الزواج، فيك تعمل قبل الزواج بيسموه كونترا قبل الزواج بريبسيال، ولكن بالذمة المالية هي تعتبر من النظام العام. ما فيك تقول أنا والله بكتب أنه هذه السكن العائلي لألي قبل الزواج، ممنوع، تعتبر باطلة. إذا الذمة المالية مضمون للمتزوجين ويعتبر النظام العام، ما فيك تعملي كونفنسيون نوتارية قبل الزواج تحيدية من الذمة المالية. هلا شغلة نحن هون مع أنه اليوم بنشوف أنه بيعملوا ورقة قبل الزواج، أنه كل شيء ما قبل الزواج يعني بيفصلوا، ما قبل ما نعيش، ما قبل الزواج اللي لقلي لقلي واللي لقلك لقلك، ومن بعد ما نعيش مع بعضنا نسمع فيه بها كتير بهالكونترا، يعني ما أنه حقيقي.
لا صح، انه مش قلت استحيل، هون في نحن فينا نقول في شيء اسمه ريجيم ماتريمونيال وفي شيء اسمه بسموه ريجيم ماتريمونيال. الريجيم ماتريمونيال هو النظام الزوجي، ريجيم ماتريمونيال. ريجيم ماتريمونيال بكيبيك هو سوسيتي داكيش شراكة، يعني اذا في عندك شيء بين الزوجين هو يعتبر شراكة. C'est un contrat, c'est un contrat بسموه سوسيتي داكي. ما رأينا ببلاد العربي بشكل عام هو فصل الممتلكات، la séparation des biens. هلا اللي عم بتقولي انت اللي بنعمل قدام كاتب العدل الاكت نوتاريه، في حيد لقاله شركة لقاله، في حيد بعض الامور يلي ما بتدخل بالذمة المالية. يعني برجع بقول لك الذمة المالية اللي هي السكن الزوجي، السكن العائلي، السكن السنوي، الثانوي، الريار، الموبل، الفواتير، هيدول ما بيدخلوا ابدا بالكونفنسيون نوتاريه قبل الزواج، تعتبر باطلة. فيهم يعملوا كونفنسيون اجمالا بيعملوها مين؟ يلي بيكون هو بروفيسيونيل عنده شركة او هي عندها بروفيسيونيل عندها شركة، ممكن يعملوها قدام اكت نوتاريه بيسموه برينيبسيال. ولكن الذمة المالية الباتريمون الفاميليال محتويتها لا يمكن يقدر علي نقدر نعمل عقد لنحيدها. ما بعرف اذا كنت واضح بهالشيء. نعم وضحت. هلا وضحت، مشان هيك انا طرحت السؤال. تفضل. ايه دونك مثل ما عم بقول لك انه يجوز كل شيء خارج نطاق الباتريمون فاميليال، يجوز قبل الزواج عمله قدام اكت نوتاري، ولكن الباتريمون فاميليال هذا هو محدد من النظام العام بالقانون المدني. هلا النفقه لا بانسيون اليمونتير تجوز للزوجين اكيد، وتجوز كمان للاولاد، لان عندنا البانسيون اليمونتير محدده، هيدي ما حندخل بتفاصيلها. يحق للزوج ببانسيون اليمونتير او للزوج بانسيون اليمونتير حسب البوزوان وحسب الكاباسيتي، حسب الحاجيه وحسب قدره الشخص. يعني اذا واحد بيعمل 200 الف دولار ما بيدفع، اذا واحد معه مثلا بيدفع بيطلع 20 الف دولار للزوجه او العكس بالعكس. اذا النفقه والحضانه هون كمان تعتبر كمان مضمونه للابو، ولكن الحضانه بس انا عندي سؤال هون قبل ما نكمل هون اليوم، بس لنوضح. حتى اليوم اذا الزوجه عندها ريفينيو، عندها مدخول اكثر من الزوج، هي بدها تدفع نفقه اذا هو يعني مدخوله اقل؟ اكيد، لان احنا عم نقول احنا في قانون هون اسمه مبدا ليغاليتي ايكونوميك انت لي فام انت لي بو اي لي بو، يعني في مبدا هون العداله، يعني العداله من ميلتين. يعني مشان هيك اذا هي طلع اكثر هو اقل، ايه بالمبدا ايه بتدفع له نفقه، لان هي مثل ما قلت لك هذه العداله بين الزوجين، هذا يعتبر اعتبر انه الزوجين متساويين في العقوق والواجبات. هلا النفقه في الفرق لا تجوز بين غير المتزوجين. هلا صار في كاب الزمان اذا تبعتوه يلي هو جيل ليبرتي مع لولا، عملنا حلقه مع حضرتك وقتها. نعم ايوه هون الخلاف اللي صار، لان اذا عنا بالمساكنه او بالمشاركه بين الشخصين ببيت واحد لو مش متزوجين بحكم سنين، لا تعطيها الحق او لا يعطيه الحق يكون هو يقسمه في حال انفصلوا. يعني ما لازم تكون دو فاكتو اذا قاعد مع الشخص بدون عقد زواج له حق بنص البيت او له حق او له حق بالبيت. هذا الخطا الشائع، هذا الخطأ الشائع. ليش؟ لأن بيعتبر في حكمة منا. شو الحكمة منا؟ الحكمة منا أنه أنا لما تقعد بمساكنة هي اختارت المساكنة أو اختار الزواج، يعني ما فيك تفرض علي أنه تقسم الممتلكات إذا أنا ما تزوجت. هيك عم تسلبني حق الخيار ما بين ما أكون أو متزوج أو غير متزوج. طب شو الحل عندنا ساعتها إذا كان واحد عايشين ببيت واحد وغير متزوجين؟ بيدخلوا ساعتها بالكلوز اللي تعتبر لكوبروبيتي، الملكية المشتركة، محددة كمان القانون بالمادة 1009 وما يلي حوالي 60 مادة، بيدخلوا بشيء اسمه كوبروبيتي. يعني إذا مش مجوزين بيقدروا يسجلوا بيت باسم اثنين لهيك لتضمن حقها. بعدين النفقة لا تجوز إذا غير متزوجين، الحضانة البنا بتلعب دورة، والنفقة للأولاد تجوز لو ما كانوا متزوجين. هذا الفرق. يعني بالنتيجة إذا المرأة أو الزوج قاعدين مع بعضهم ببيت واحد لتضمن حقه وحقها يسجلوا البيت باسم كل واحد منهم، بس هو كوبروبريتير. هو عم نحكي عن عم بيعيشوا بالمساكن الكونجوان دو في. صح. وبعدين انتبه الكونجوان دو في ليش عم تقول لي زادت؟ لان انتبه الزواج في لها كثير التزامات ماديه، العالم عم تتجوز بفهم لان في عندك التزامات وعندك انا برايي الذمه الماليه الباتريمون فاميليال هو اللي بيخلي العالم الجون الى حد ما
ما يروحوا كتير على الزواج. هذا رأيهم الشخصي وبحترم رأيهم، ولكن هذا اللي منحسه انه او ما بدهم يخلوا بهالتجربة، في عندك النفقة والباتريمون فاميليال، مشان هيك بيصير في نوع. بعدين ما تنسى هون مجتمع حر، كل واحد يعيش بأي نظام بده يختاره، مشان هيك الواحد بيختار يا بيكون بعيش بالمساكنة كونجوان دو في، يا اما بعيش بشيء اسمه متزوج ابوه وبيخضع للباتريمون فاميليال. بس هون البعض متر دورة، ما بعرف إذا لأنه القانون كمان بيتطور مع تطور المجتمعات ومع تطور، يعني بيتطور مثله مثل كل شيء بالحياة، ما بعرف إذا رح يوصلوا لهون. ولكن اليوم في يعني البعض بيقولوا أنه ما في عدالة أو في إجحاف، لأنه أنا اليوم لما اخترت، لما أنت عم بتخيرني عم بتقولي أنت حرة اختاري المساكنة، ولما أنا اختارها أنت بتعقبني بالنتائج. يعني أنا اليوم لما بعيش مع شخص بعد عمري بعطي من تعبي، في ولاد بيناتنا وإلى ما هنالك، نهار الانفصال أو نهار الله لا يقدر الوفاة، الشخص اللي كان شريكه بالحياة بيطلع ولا شيء. لا صح، لكن عم بقولك هذه النظرية اللي عم بتقوليها من هالمبدأ راحوا فيها على الكور دابيل وعملوا فيها قصة جيلة ليبرتي. أنا برأيي بشيء، أنا بشوفها بغير شيء، بشوفها أنت عم تخلقي عني خيار يلي ما بدي إيه. يعني أنا اخترت عيش بالمساكنة ما بدي أتزوج، إذا بدك تفرض علي بمجرد المساكنة إنه أنا مجوز، عم بتشيلي لي الخيار. لأن مش ممكن لا يعقل إنه إنسان إذا قاعد مع شخص واختار يعيش مع شخص قال له أنت بتطبع عليك مثل كلمة متزوج، لكن تزوج ونحلك المشكلة. يعني هذا اللي نقوله، عم تفرض على شخص، مشان هيك ما أخذوها وما ربحوها بالقانون. ليش؟ لأن في عندك دوشوة، وفي عندنا كتير حالات العالم بيكونوا مجوزين ما تنسي، وللأسف بتكلفهم كتير وكذا، بيقولوا خي خلص ما بدنا نوجع راسنا، بدي يعيش من بعد الطلاق بحالة المساكنة. ما تنسى يعني لجاوب على سؤالك يعني إذا فرضوا على اللي عايش بالمساكنة انه اذا عايش معك بدك تكون حكما مرتك، عم بيشيلوا منه مبدا الخيار. هذا اللي بشوفه، مش هيك المنظار ما تطورت وما وصلت الى حد الى هلا، ما وصلت لحد انه نعتبر الزوجه مثل كونجوان دو في. ولكن مثل ما عم بقول لك، في عندهم كونجوان دو في كمان حقوق، يلي هو يسجل البروبريتير باسم اثنين، يعني ما حدا بيمنعه. بالعكس هيدي العالم لأن المشكلة صار في خطأ شائع إنه إذا كانت معه بحكم السين رح يطلع لي أندرو أكي. هذا الخطأ، العالم عرفت بقى فيها تسجل باسم اثنين، ومن بدون ينفصله واحد يا بيشتري يا ببيعه، لأن ما فينا نكون بحالة الشيوع نضل بالانديفيزيو، يا هي بتبيع يا هو ببيع يا تانيتهم بيبيعوا بيشتروا حصتهم. مشان هيك الضمانة يحطوا البيت، وأكيد يلي عايشين بالمساكنة عاملين هالشي، عاملين أكنو فريي بشكل يكونوا دوكو بروبيتي بور لا بروبيتي دون ميزون أو أوتر. لأنه متر دورة شئنا أم أبينا لما بنكون عايشين مع شخص تاني، يعني حتى الشخص التاني لما بيتقدم بعمله بيكون شريكه له دور، يعني عم ينتبه للبيت، عم ينتبه للطبخ، عم ينتبه للأولاد. يعني لما خلينا نقول الرجل هو اللي عم يبني شركة وعم يتقدم فيها، حتى لو كانت شريكته بالمساكنة ما في زواج، إنما عم بتساهم بشكل من الأشكال بأنه هو يكبر بشغله ويتقدم. بحال الوفاة كمان هون، إذا ما في تستامون، إذا ما في وصية، كمان بيطلع الشريك، يعني ما بيطلع له شيء، الإرث بيطلع للمقربين للأقارب. يعني لا هم تسأل لديفوليسون سكسيسورال، إذا واحد مات قبل انتستا بدون تستامون، في عنا الكود سيفيل بيحدد الأنصب الإرثية، ولكن أكيد هو الإبو والولاد. أنا عم بقول لك يا من هلا، الزوجة بيطلع على سدس، الولاد بيطلع على كذا، يعني دونك ما كان بين في كونجوان دو في، هيك القانون. ما فيني أقول لك لا، يمكن يتطور يمكن يتغير، بس أنا بشوف إنه إذا واحد لهالدرجة عايش معه وقضى كل حياته معه يتجوز، وين المشكلة؟ بس انا عم بقول لك العالم بتتخوف لان في عندها كونسيكونس فينانسيير، مشان هيك الزواج بيخلي العالم شوي تحد. وبعدين ما تنسي هذا مجتمع منفتح، مجتمع مثل ما بيقولوا متطور، يعني اذا اختار يعيش كونجوان دو في يجيب لنا ولد، ما ننسى، والولد بيكون له حق، بيكون بالنفقه، يعني البي او الام بيدفعوا له نفقه ويدخلوا بالحضانه مثله مثل غيره. ولكن باتريمون فاميليال بعده لهلا بس بالنسبه للمتزوجين. برجع بقول إذا كان مجوز بكبك بكندا أو بأي بلد تاني مضروري يكون بكبك، يعتبر الأكد مرياج بين المتزوجين بتطبع عليه باتريمون فاميليال.
بالنسبة للمتزوجين متر دورة، بأي كا بأي حالة ما بيصير في دفع نفقة للشريك؟ لكن في هذا موضوع طويل. قالك شو إجمالا النفقة مثل ما قلت لك مربوطة بالكاباسيتي دو بايمون، قدرة الدفع، وبالبزوان وبالحاجيات. هلا لما بده يدفع نفقة بده يروح قدام القاضي ليلغي النفقة، لأن النفقة حسب إذا كان هي المرأة راتبها 200,000 وهو راتبه 100,000 إجمالا عم بحكي مع تحفظ، فوق 50,000 يعتبر الشخص انديبندان، يعتبر عنده أوتونومي فينانسيير. يعني لجاوب على سؤالك، لا تدفع النفقة إذا أثبت أحد الزوجين أنه عنده حرية أو استقلال مادي. يعني لا يعقل إذا واحد عم بيعمل 200,000 يطالب من الثاني بانسيون أليمنتير. إذن مربوطة بكلمة الأوتونومي فينانسيير. إجمالا إذا كانت المرأة أو الزوج تحت 40,000 أو 50,000 مثل النفقة، ولكن النفقة مش رح تكون إذا كان واحد منه قاعد أبدا أو ما عم بيطلع مصاري أو شيء، إلا مربوطة بالرزنو. بنعمل لك الكل بتنعمل كمان النفقة للولاد حسب مدة الحضانة إذا كانت حصرية أو مش حصرية. كل هيدا موجودين ببروغرام، ومثل ما بيقولوا ما حدا بجادل فيها، قصة كالكول وبيطلع له الرجل أو بيطلع للمرأة، هذه حسب الفورمولاية اللي بيطبق. بالنسبة للمتزوجين، إذا يعني نحن قلنا أنه في الذمة المالية اللي هي الباتريموان فاميليال مثل البيت، يعني مسكن، ريال، السيارة. طيب الشركات هون إذا في شركات شو بيصير؟ إذا في شركات وبس مش يعني خلينا باسم أحد الشريكين. طيب نو نو هو لا اكتبه هون السوسي... لا يعتبر السوسيتي دكيلة اثنين، ايش ولا كين اذا ما عاملين ان كونترات نوبسيال اكيد بشان هيك العادة مثل ما عم بقلك بيكون عندهم شركات بتقاسموا على كل 50-50 ايه على كل شيء، حتى لو عنده شركات بمبدأ وعنده اصول بيدخل بنصف 50-50 لان السوسيتي دكي اذا مجوز بكباك. حتى لو مجوز برا، للأسف بلاد برا بلاد العربي بشكل عام اسمه مبدأ سيباراسيون دي بيان، انفصال الممتلكات. ولكن بقلك صراحة يعني مع خبرة المحاكم انه بيجربوا حتى لو متزوج برا يطبقوا القانون انه بكبك، بيعتبروا انه انت جيت على كلك كأنك اخترت نظام سوسيتي دكي. هون ما حندخل بتفاصيله، ولكن بالمبدأ لجيبك اذا عنده وقت تطلقوا وعنده سوسيتي دكي وعنده 100,000 بالبنك بتقسموا على اثنين، لكن لا شو سوسيتي دكي هذه اسمها الشراكة، هي المبدأ المعمول فيه بكبك. بهذا بيدخل ضمن قلت لك النظام الزوجي لرجيم ماتريمونيال يلي كبك اخترته سوسيتي دكي. هلا بالنسبة لبعد بس بدي اجيب نقطة، نحن بشكل عام خلينا نحكي بشكل عام الباتريمون فاميليان نص بنص، ولكن إذا الواحد بده يطالب بشكل يكون عنده أكثر من 50% بده يعمل ديماند على كور قدام الجوج، بيدخلوا عدة معايير. هلا ما حندخل بتفاصيلها، يعني إذا أكثر من 50-50 البارتاج بده يعمل طلب القاضي يقنعه إنه مثلا يعتبر في انجستيس، يعتبر في تبذير أموال، أو يعتبر إنه بده يبرر قدام القاضي ليش أنا ما بنعملها 50-50. هذه إلى مثل ما بيقولوا دعوة خاصة فيها، أو إذا كان عنده مثل ما قلت لك تبذير أو كان سوء نية، هذه معايير مختلفة. المبدأ إذا 50-50. طيب نحن بنعرف انه اذا شخص بيجي لهون وبيتزوج شخص كندي، ما بعرف لانه عندي سؤال كمان من المستمعين حول هالموضوع، ما بعرف اذا حضرتك فيك تعطينا يعني اجابه عنه، اذا شخص تزوج في يعطي الجنسيه او الاقامه لزوجته او لزوجها، اذا بالمساكنه فيهم؟ فيهم بيقدروا، بس انه اثباتها اكيد لكن الروغروبان فاميليال يلي هو بسموه جمع شمل العائلة بسموه best evidence la preuve la plus grande، أول شيء هو عقد الزواج. خلاص عقد الزواج بيجيب الروغروبان فاميليال وبيجيبه، بيقدر يطلبوا فيكون يعملوا باريناج بقلب كبك، بقلب كندا أو برات كندا، هيدي إذا كان متزوج. كمان نفس الشيء بالنسبة لكونجوان دو في اللي هو شريك المساكنة، ولكن إثباتها بيطلبوا أكتر، يكون في عندهم حساب مشترك، يكون في عندهم باي مشترك، يعني بيطلبوا مثل ما بيقولوا إثباتات أكتر لأنه كونجوان دو في. ولكن بالمبدأ إيه بيقدر يعمل باريناج للكونجوان دو في إذا بتطلب الشروط.
نعم، يعني هو بالنهاية متر دورك، الإنسان عنده رأيه وعنده قناعاته، ولكن مثل ما البعض بيشوف أنه بالزواج هيك بصير الإنسان ملزم أكتر يعني مسؤوليات إذا بدنا نقول، ولكن كمان الزواج بيحفظ بنفس الوقت يلزمنا وبيحفظ حقوقنا. طبيعي طبيعي من المالتين. نعم. هلا اكيد هلا في حالات للاسف وصلت للمحاكم انه في استنزاف اموال محامين ومصاريف، بعرف، ولكن انتبهي يعني مثل ما بيقولوا العاقلان لا يتخاصمان، يعني بينعمل كونفنسيون بسموه دو ديفورس، وكثير نجي بسموه بروجي داكار، يعني مثل ما بيقولوا الطلاق بالطريقه الحبيه، اوقات بيوصل عن بروجي داكار ليطلقوا حوالي 40 صفحه بيدخلوا بكل التفاصيل، كل واحد بيعرف حقوقه، احسن ما يحطوا هالفلوس يلي ما بتنتهي، وابشع شيء بهالعمليه يقول بده يكسر له راسه او كسر له راسه، نسوى بالمحاكم. اذا بنعمل عن بروجي داكار الطلاق على اساس كل واحد ياخذ حقه على مياب، يعني بسموه بروجي داكار على مياب، في عندك ميدياتور، في عندك محامين ميدياتور بيدخلوا بالصلح بين الاثنين بيعملوا ان بروجي داكار، ممكن ما ضروري نوصل قدام القاضي، لان ما حدا بيدري مصالحه اكثر من الزوجين، اكثر ما يدري اي شخص ثاني، ولكن بشكل عام ثانيه بتبلش بمحاكم بتنتهي ببروجي داكار من بعد ما يكون استنزفوا الموارد الماليه واحترق الوقت للاسف. طبيعي طبيعي، يعني انا هيك انا بحبذ الميدياسيون، بحبذ الابروش اللي تكون فيها حضاره اكثر، لان بالنتيجه اثنين بيتعبوا والولاد بيتعبوا، هيدي مؤسسه عائليه مش مؤسسه ماليه او مؤسسه تجاريه، فيها كثير ايموشن وفيها كثير، ولكن يعني كل واحد حلو نسمع هالكلام من محامي، يعني اليوم شغلتك انه يكون في خلافات لتشتغل، ومن محامي عم يحكي بهالانسانيه هيدي، يعني شغله كتير حلوه. متر دورك تفضل. بس لننتهي اللي مش هناك، نحط كمحامين نحن نقول الى لوبليغاسيون انه جربت اعمل ميدياسيون بيناتكم، سي لوبليغاسيون، مش انه بس نستفيد اذا واحد يعني مرتاح، بس استنزاف اموال لا يوصل لنتيجه حرام، انا بلاقيها، لان في 100 طرق لنوصل لطريقتنا بدون ما نوصل قدام القضاء. شو بدك توجه كلمه اليوم للي عم بيسمعونا، ان كانوا عايشين بالمساكنه، عندك نصيحه لالهم، وان كانوا متزوجين بعقد زواج، شو نصيحه لالهم؟ يعني بالنتيجه اكيد الواحد انه بتمنى انه يكون في تفاهم، اهم شيء بيكون في تفاهم وفي كوميونيكاسيون بين الطرفين، وما ندخل بمبدأ انه انا بدي اخدك وبدي على المحكمة، ما ندخل بمبدأ انكيات الصغيرة، يعني فينا نوصل لأي حلول لأي سيباراسيون بطريقة حضرية، واهم شيء يكون في كوميونيكاسيون، يكون في درجة عالية من التفاهم ودرجة عالية من الماتوريتي لنتجنب هالامور، لان كتير كتير تعرف لا بروميير كوز دو ديبرسيون سي لو ديفورس، مش غيره، مش واحد يخسر شغله، اول كوز ديبرسيون عملوا ستاتستيك لما الواحد بيدخل بسيباراسيون او بطلاق او بغيره، هيدي اول كوز ديبرسيون. بتمنى لكل ان شاء الله يكونوا دائما متفقين وحياتهم سعيده. شكرا لك ماتر دورة، يعني على رأي رحابني نتفق على عدم الاتفاق، يعني حتى لو نحن مش متفقين نتفق على عدم الاتفاق. المحامي جوزيف دورة، بدي اشكرك. مرسي بكم سامي، يعطيك العافية. الله يعافيك.